سأبدو حيث بدأتم ونواصل المسار أغلس أغلس العمل المعقول. هذه صفات يصعب على أي شخص يقود حزب سياسي دوم على أنه يتحلى بها، ولكن المسار السياسي لعزة خنوش في جهة تونس منذ دخول الحكومة السابقة الحالية نؤكد على أنه عنده العمل الميداني الذي يمكنه على أنه يحقق هذه الأهداف ويكون عند الشعارات اللي هو ملتزم بها. السي عز الخنوش بطبيعة الحال هو الشخص اللي عنده مصداقية على الصعيد الوطني وعنده القول مقرون بفعل، هذا شيء شكل جميع. السي عز الخنوش ما يمكنش نشوفوه نعمل يعطي صداقة ويعطي شي مدعم يعيط باش تصوروا هدف فقير ما شفتش حاجة. ما يمكنش تشوفوه داير الصف شي بلاصة يخلص الماري يخلص الضو وتقاوع عيط شي تيمشي بعدين تصورونا شوفونا مع الناس. الناس كانت الصداقة في الصف نفس الشيء بالنسبة لك. لا الاخوان زرو حسن عكاش هذاك الصامت راه بيعطي صدقات ملايين ما كاين حد يعرفو. انا اللي بغيت نركز عليه على انه ما كيلعبش على العمل الاجتماعي على الصعيد الوطني، هذيك العمل الناس كيلعبوا العمل الاجتماعي انه هو بعيد بالفعل. غادي نوجه الكلمه للمنصب الجهوي كتابات اقليميه. الاخوان راه عندكم فرصه كبيره، عندكم وزير ديال الفلاحه والصيد البحري، عندكم وزير السياحه، راك بقيتوا مع 21 و 24 و 5 سنين راه عندكم ما ديروا مازال. وقفوا مع الشباب في الملفات استنوا ظرفيه الوزارة ديالكم، راه الحكومة كاملة المهمة القطاعات الحيوية راه كاين في التشغيل الوطني الحرة، راه وزير الصناعة ما جاش، تو راه كاين، وشكرا على بابا صور. على بركته، أنا أتكلم لك من تجريف صحراوية من وبر، سمعت بابا ما حضرش لحنا مهنيان في الديمقراطية، وجبت 550 صوت في الداخل غنى معايا. نفتح الحزب ونشافوا شفتوا بشعبيتي وشفتوا بخاطرو ياسر وزين عندي ومحمد لك ومرحبا بك عندنا سعادة الوزير. يا غريب لا نقول لك درت له خط ويلتق تحدده منا وتمر لنا فيه وتعدل منا راهم الاحزاب عيامنا كاملين لا بكذوا. Mais d'abord,
أبيتي فا علاش؟ لأن السيد الرئيس نزلنا من فاتحة على السعيدة، نزلنا من حدودي، نزلنا من صوقعي، علاش؟ لأن خاصنا السيد الرئيس يديروا قنوات متصلين بعقوب السعيدة، نعرفوا همومها، نحلوا مشاكلها. جمعية أسسها في تقريبا 6 شهور، ولكن حتى الساعة مازالت ما تحركت، علاه؟ لأننا نلتقط إلى الآليات. عندي أنا شخصيا في هذه الآليات، ما عندي أنا خوفي سنوات، ولكن منين الآليات باش غادي نخدموا؟ ما عندي سيدي باش نديروا مشاريع ولا ديزاكتيفيتي ولا أي شيء. الصحة والتعليم راه عندنا في الزراعة حالة مثالية. يعني نحن أون وأون في الداخلة باش كحزب أننا نحلوا الوزارة عندها تحل المشكل، نحن نحل المشكل. بالنسبة للتعليم حتى هو السيد الرئيس يعني ما يمكن كاين الإعداديات وأنا عندي جميع الثقافيات، شكاو لي الناس على أن السيد الرئيس داير ست في القاشر ديالهم كيف كيعرفوا الصحة كيفاش غيطلع هذا المجتمع. عندي واحد ثلاثة نقط. كما ديال الصحة السيد الوزير رخص راه ديما كنشوفوا في القناة ديال الأولى الإخوان راه كاينين هنا النواب والسادة المستشارين راه كيتكلموا ديما على قطاع ديال الصحة، قطاع ديال الصحة اللي هذا على الله وصحبه. المهم السيد الوزير أنا عندي واحد جوج تدخلات، التدخل الأول في الصيد البحري، التدخل الثاني في الشبيبة والرياضة. السيد الوزير التدخل الأول على قضية الصيد البحري، أنتم راه الإخوان تكلموا على قضية الصيد البحري وشفنا الإكراهيات اللي كاينة في الصيد البحري. كنطلبوا منك السيد الوزير، أنت وزير الصيد البحري والفلاحة، كنطلبوا منك السيد الوزير بالنسبة للناس اللي المستثمرين اللي خاديهم في جهة وادي الذهب الوالة، أبغيناهم يشوفوا لنا الناس المجازين كل فريقو يدخلنا لنا 20 مجاز بارك علينا. السيد الوزير أنا كنتكلم على المجازين، أنا راني ماني مجاز، أنا إلا خدموا المجازين حنا خدمت أنا الحمد لله. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية السيد وزير الشباب والرياضة الله يجازيك بخير السيد الضربي، أنت تبارك الله وزير وعارف قد الأخبار اللي عندنا ونزية في الرياضة. الرياضة راني قلتها وقلتها وقلتها في مراكش وقلت هذاك النهار، عندنا السيد الوزير هذا الملعب اللي حدا مولاي رشيد اللي حدا دار السيد الوالي راه بغيناه يصبح بالنسبة للإخوان ديال الشباب ديال حي مولاي رشيد وطلع من كافي. واحدة الكلمة الأولى. أنا بنشكر السيد المنسق والمنسقين الذي على نجاح هذا المؤتمر والشرايين خطوة مجلس. هذا هو اللي خايب اللي كبار. المسألة الثانية باغي تسمحوني السيد الرئيس باش نسقي السيد العالمي والوفد اللي جاو لهذ النهار ماشي صاكو يعني ما كان متخاصم، ولكن داروا دفعة جديدة وقوية وحافز ممانع للشباب اللي قام هذا القمة اللي قام ونشكر الشباب. أنا راس مسجد هشام في الذهب. المسألة الثانية احنا نطلبكم شوي سيد المؤتمرين كاملين، لأن هذا مؤتمر حزبي ماشي مؤتمر يعني ديال وزارة الصيد البحري ولا غيره، خاصة نطلبوا فيه مشاكل الحزب والآليات اللي تقدر تنجح الحزب، ماشي نقيسوا الصيد البحري ولا وزارة الصيد البحري. بما أن الناس قاسوا ماشي أنا اللي قستها، نبغيكم السيد الوزير كأنني متتابع يعني جو سوي دبغي يعني وزارة الصيد البحري. وهنا نطلب منكم السيد الوزير تسمحوا لي نشكر ناس ما يحضر السيد الكاتب العام اللي عام ورا عام تعطي مجهود الشبارة. هو الشباب راه عاد عنده 40 عام في أعماره، هذا ما لا يعنى هذا الشباب راه عاد رجاله وخاصه مستقبله وخاصه مسائله وخاصه واحد الناس ما عندها مشكل سياسي، الناس عندها مشكل اقتصادي. سعادة الوزير انت معني به اول حد في الحكومه، انت معني به حد لها عاد الشيء يعاد فعلا 40 عام الناس السياسات والخيالات والمسائل عربي الحق كده. اذا اليوم خاصنا نوصلوا الحق، خاصنا نطبقوا، خاصنا نعودوا معقولين. المشكلة عندي نتكلم منه انا ممثل الجمعية المهنية المغربية. عندنا هنا مسائل تعود من عندنا هنا بالنسبة للبن كنت موصين علينا عند غطاء خاص ونمن رايك من مصادك عن مرة حاد حاكم قرار
من مسائل واحدة من الناس اللي هي تعامل مع الحوار تطلب 7000 درهم 8000 درهم هي ناس أجنبية موريتانية. والنقطة الثانية كاين مرض وكاين مضايع انه داخله كاملة عاد من الجهة 4 كيلو في الشتاء تلاحق عليها مغرب كامل مغرب متجر لي والو بحال بحال هذا خصنا نجاوزه. ولكن الحقيقة راهي الناس عاد تبيع نشيتها وعاد ماشية تتخلى عن رفع الحيوان وذاك قانون بينه يفعل بالعجل ان شاء الله بينه وبعد. انا عندي جوج نقاط السيد الوزير بصفتي نائب بصفتي امين مال جمعيه الشبيبه الجهويه اللي كتاخذ هذا الذهب. واحد النقطه اللي كتوصل بان عندنا خلافات احنا هما اللي كنا معنيين بخلافات مع الاخ هشام لان الخلافات ما كاينه اصلا. اذا ما كانت الخلافه ما كاين والو الدراري محقود وانا اللي نخدم بلاصه واحده فين نخدم ان شاء الله باذن الله. في ممرض خاص ورئيس جمعية الممرضين وعندي خبرة في هذا المجال. نبغيك السيد الوزير تعطي أهمية لقطاع الصحة. راه ملي تزور مستشفى الحسن الثاني خاصة جناح ماترنيتي ولادة راهي الحالة مرتفعة. أنا آخر زيارة كانت عندي للمستشفى هي البارحة الحالة يرسلها السيد الوزير من أول من الأسباب اللي جابنا واستقطبنا التجمع الوطني الأحرار هي الصحة وتشغيل الشباب والتعليم. أو كان هذه الصحة لأنها إن شاء الله نبداو بها هي الأولى الصحة عادي شي شكون الصحة اللي بغينا نبداو بها الأولى. النقطة الثانية باختصار السيد الوزير على المشاريع ديال الأحياء المائية كنثمنو وكنشكرو السيد الوزير وكنعاونو نشكرو على 500 مشروع اللي نحتها الشباب المنطقة. هذا إلى دار الشيء إلى دار الشيء تدل على مقولة أغراس أغراس. خارج نقطة ثانية ديال بعض الشباب اللي انحرموا من هذه المشاريع. المشكل ديالهم بانهم تزادت العيون ولا في كازا ولا في مراكش ولكن هما ولاد الداخل هما ولاد الداخل. هذا هو هذه النقطه اللي عندنا. شكرا. في البدايه اود ان اتقدم اصاله عن نفسي ونيابه عن اعضاء المنظرين والمنظرات وكل من يحب جمعيه الحمامه للتربيه والتقييم بالداخله بالشكر الكبير للسيد الرئيس على العنايه والاهتمام الذي تحظى به هذه الجمعيه والتي اضحت احدى اهم الدعامات التي يرتكز عليها حزبنا للتعريف بمبادئه وتحقيق اهدافه. ولعل التواجد المستمر الذي تبديه هذه الجمعيه من خلال الانشطه الشبه يوميه على ربوع الوطن لا اكبر دليل على هذا الاهتمام. ومن خلال السيد الرئيس نوجه الشكر ايضا للسيد عادل بوخير رئيس جمعيه الحمامه الوطنيه على التواصل الدائم معنا ومواكبته اليوميه لكل الانشطه التي نقوم بها. السيد الرئيس سوف اعلن خلال مداخلتي الجانب المتعلق بالشباب والرياضه حيث ان جهه الداخله والذهب تعرف نقصا كبيرا في البنى التحتيه الرياضيه والفضاءات السوسيوغرافيه. وهنا نتوجه الى السيد رشيد طالب العلم وزير الشباب والرياضه ان يسجل رغبتنا الكبيره في توفر الدخل على مركب رياضي متكامل وبناء وتجهيز حوالي 12 ملعب قرب موزع على احياء المدينه ومسبح وقاعة مغطاة ورفع مستوى جودة الإيواء بزيادة مراكز الإيواء بالمدينة وخارجها. زين عندنا الحزب المكتب السياسي تواصل مع السائلين. عندنا عائدين لأهل الوطن لهم 4 سنوات ولا 5 سنوات المشاكل ديالهم تحلت. كان المشكل ديال الحامين الشوارع العليا. الشباب اللي عادوا فاتحين مواقع إلكترونية وعادوا كاين برامج ديال الاستثمار ما كان حد يحلوا لهم هذا النوع من المشاكل. كاين مخيمات الوحدة حتى هما عندهم شباب وعندهم ناس حامي الشواهد خاص نواصلوا المسار. المسار يكون معقول ثم كتوقع مسار خاص حتى الحزين عندنا حد يتواصل مع جميع الساكنة عند الجنوب للشمال باش عندنا التعبئة الشاملة باش هذا النموذج التنموي ينجح لنا وباش ما نطولوا السلام. عندنا التعاونيات تغليم الداخل تعاونيات كسكس نعدلوهم كارية نساء لا الأرانب ولا الطاقة وعليات ما في حد عندهم خدمة. كاريات هذه الأولى كاريات المطارات خلصوا الماء خلصوا الضوء وخلصوا الترانسبور. بدوني منها البارح مشينا المقر جزاها الله خيرا دستور الشرابي كنا عمرو فيه كسكس
جينا كاريات هوند على 12 الليل، حنا نساء نمشيو ل 12 ونجيو ل 14 باش عندنا 600 وكسكس. هذه مشكلة، هذا مشكلكم انتم يا سيد الرئيس، هذا مشكلة أنا طرحته عليك أنت خاصة، بغينا منك المساعدة وهذا يتعلق بك أنت. وفي بداية هذه المداخلة أتوجه بالشكر للسيد الرئيس عزيز الأخنوش الذي أعطى الشباب مبادرة التعبير عن ما يخالج صدورهم داخل الحزب وبوأهم مكان الصدارة ومدهم بمشعل الإرادة والحزم. أنا اليوم أمثل شركة كبيرة من المعطلين حاملين شهادات بالجهة، ولكي أعطي فكرة عن معاناة هذه الفئة سأعطي أمثلة تمثل أيضا من فقر من خلال أهم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. إنه غير خاف عليكم أن الجهة رغم ما تسخر به من ثروات بخرية هائلة فإنها تعج بأفواج من المعطلين الحاصلين على دبلومات وشواهد عليا في كل التخصصات. فيما يخص قطاع الصيد البحري الذي يعتبر عصب اقتصاد الجهة وشرايينها وبقرها الناظر، لكن أبناء الجهة يعانون من مشاكل الولوج إلى هذا القطاع نظرا لكراهات إدارية التي يجب تسهيلها كي لا تكون حجر عثر أمام الشباب. وقطاع آخر أيضا هو قطاع خير بالجهة وقطاع السياحة، خصوصا أن الجهة تعتبر من أهم الوجهات السياحية الوطنية والدولية، لذا نطلب من القطاع الوصي تسهيل إجراءات على الشباب والولوج هذا القطاع تحت شعار الاستثمار في البشر قبل الاستثمار في الحجر. وانا كعنصر كنتكلم لسان جميع شباب المنطقه على غير المشاكل اللي كتعاني منها الجهه كالصحه والتعليم الى غير ذلك. كان واحد المشكل سيد الرئيس، الهاجس الامني الذي كان يحكم توزيع الجامعات في المغرب. سيد الرئيس هذا ما بقاش كاين، لم يعد له وجود بالاساس. نحن الشباب وطني نريد جامعات في المنطقه الجنوبيه، فقد قفلت جميع الابواب في اوجهنا، فلا منقذ لنا غيرك نحن في امس الحاجه لوجود جامعات قريبه. انت رئيسنا ووزيرنا وبانا وخونا، يعني تكون في كل يعني انت وانا غادي توصل هذه الرساله، وكنا ثقه فيك سي الرئيس، وانا كنا ثقه فيك وكنفتخر بك. فهمتي؟ لا بالنسبه للقضيه اللي كنقولوها حنا بالنسبه كشباب وكفاءه حزبيه على الثقه الكبيره اللي عطيتينا، وكنثمنوا على المشروع الجديد انشاء مدرسه ديال التجاره والتسيير من سيرجي اللي كيتعطى لها الرئيس رحيم الطير، والشكر كفاءه حزبيه ديالنا والشكر. عامه انا مواطنه صحراويه مغربية مطلقة، لدي بنت معاقة ذو الاحتياجات الخاصة، أريد عمل من أجل علاج ابنتي، لا أطيل عليك كثيرا، أريد العمل من أجل علاج ابنتي وجزاكم الله خير. أنا أبسط شيء ما عندي باش نداويها، وأبسط شيء لا عندي كنت الفازل